شرف كبير انه انا يختاروني بليله كبيره مثل هاي فيها واحد يعني من امراء الشعر الموجودين بالعالم العربي، واحد من اهم الناس اللي بتنتقي مفرداتها، سمو الامير عبد الرحمن بن مساعد، وكون انا من ضمن المجموعه هذا شرف كثير كبير لي، واكيد يعني كمان بيخليني بيدعوني للخوف والارتباك. وهذا الشيء كانت عبرت عنه على المسرح لحظة دخولها بعد المقدمة الشعرية بصوت الأمير عبد الرحمن بن مساعد. أنا خايفة طبعاً، خوف، قلبي عم يدق دقان عن جد، أصعب من أنه ينسمع. وغير رهبة المسرح كان في سبب ثاني خلاها تكون خايفة أكثر. بالدرجة الأولى كنت خايفة من حضور سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، لأنه أنا يعني لأول مرة بكون عم غني أغنياته بحضوره، وهذا التوتر أيضا شفناه خلال إجراءها للمقابلات، فاستاءت من سؤال إحدى الصحفيات ولكن عبرت عن هذا الشيء بطريقة عفوية. قولوا لي هيك سؤال أعرف جاوبكم عليه جواب مختلف، لا تعيدوا أسئلة نفسها. في هذا الوقت كان الجمهور يستمع للمقدمة الشعرية الخاصة بعباد الجوهر. بالفضل هو بادي، بالفضل هو بادي، الصاحب الشهم الوفي أستاذي عبادي. وبعدها عبادي الجوهر دخل المسرح وافتتح فقرته بأغنية أجهل. قدمت أنا بالذات معاه أكثر من 22 أغنية، أحس أنه تكريم الأمير عبد الرحمن هو تكريم لكل الفنانين أيضا اللي غنوا له، وأنا سعيد بتواجدي وبحب هذا الحضور الكبير اللي حضر محبة للأمير عبد الرحمن. وهذا الحب والتقدير عبر عنه معالي المستشار التركي آل الشيخ خلال تكريمه للأمير عبد الرحمن بن مساعد. في العادة المفروض يعني أنا اللي أتكرم أني تشرفت أني أكرم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وشبيه الريح ما يحتاج، يعني أنا اليوم شوي تعبان تقديراً بس لسمو الأمير وطلته بس، وهذا قامة من القامات، آل سعود فرسان وشعار وحكام، الله يحفظهم لنا، آمين. مو من قدرك طال عمرك، هذا شيء بسيط من هيئة الترفيه. اللي أكرموني كثير في هالليلة حضوركم ودفء مشاعركم هو كرم أكثر بكثير 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 مما أستحق. أنا عادة آخذ بالي من كل تفصيلة دقيقة في أي أمسية في أي مناسبة لي، المرة هذه تركتها لهيئة الترفيه وللرجال اللي يعملون مع أبو ناصر، وطلع الجهد اللي موجود أحسن 1000 مرة من لو تدخلت أنا في كل التفاصيل. ألف شكر أبو ناصر، ما هي غريبة عليك. والحفل كمل من بعد التكريم مع حسين الجسمي اللي بدأ فقراته في أغنية سلمان الشهامة. محاب في الأنام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة. كل أغاني 40 غالية علي كثير، نصف الفراق غالية علي، إلا أنت غالية سلمان الشهامة من الأغلى، يعني كل حرف غنيته لأخي وصديقي سمو الأمير عبد الرحمن مساعد لها مكانة كبيرة. وختام الفقرات الغنائية كان مع محمد عبده اللي كان من أوائل الفنانين اللي غنوا من أشعار الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وهذه الأعمال حققت نجاحات كبيرة في العالم العربي مثل مساء الخير والإحساس والطيبة، البرواز، ما هو عادي، مذهلة، وشبيه الريح. هذه الليلة يعني تاريخية بالنسبة لنا، إن نحن نحتفل بشاعر كبير قدم للأغنية العربية الأغنية في السعودية يعني مجال كبير جدا، وتفهمت أغانينا ولهجتنا للعالم العربي مثل مذهلة، مثل شبيه الريح، أغاني أصبحت على ألسنة العالم العربي كلها.